دكتور محمد عبد الفتاح إسماعيل استشاري الصدري والحساسية لم يأبه لكبر سنه ولا خطورة الفيروس عليه، فوهب كل وقته لعلاج المصابين بكوفيد-19 فيصحبهم في رحلة لا تخلو من مواقف مليئة بالأمل والإصرار على التعافي. أنا من أول ما ظهرت الكورونا السنة اللي فاتت أي مريض بيجي للعيادة بيكشف بكشف عليه في العيادة وبتابعه، بيجي لي كل يومين ثلاثة أطمن عليه، واللي ما بيقدرش يجي أنا بروح له البيت وبكشف عليه وبتابعه برضه في البيت. ومن فضل هذا ربنا أنا الحمد لله السنة اللي فاتت والسنة دي الحمد لله خصوصا كورونا بعرف المريض اللي هو اللي غير قادر وما بدأش معاه 10 معاه 20 ما معهوش بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنت وما زلت بنفس النظام ما بدأش. ربنا سبحانه وتعالى بيكفيني إنه بيحفظني بيدير الصحة ويحفظني ابني ويحفظني أحبابي، دي أهم حاجة. والدي من كتر حبه للشغل في مرة قال لي كلمة مؤثرة جدا، قال لي يا ابني لو أنا حصل لي حاجة وتعبت لو هتشلني على على كتفك وتجيبني العيادة أكشف على الناس أنا مش هبطل، أنا لآخر نفس مش هبطل إن أنا أكشف على العيين وأشوف المرضى أحوالهم إيه. أنا الحمد لله ما عنديش أي طموحات تانية ولا أي حاجة، أنا سعادتي بشغلي وإن شاء الله لآخر نفسي خير الناس أنفعهم للناس. الناس محتاجيني جدا وأنا ما أقدرش أتخلى، يعني علمي ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطاني هذا العلم، ودايما دايما يرجع الفضل لله، دايما كل ما ربنا يشفي مريض ويقول له الحمد لله أنا ارتحت الحمد لله ابني ارتاح يقول لي والله وما توفيق إلا بالله، والله كله بربنا، ربنا كريم ربنا كريم. ورغم رحيل الزوجة ما زالت كلماتها تتردد في ذهنه مشجعة له على الاستمرار في خدمة المرضى بحب وتفان. كل هدفنا أنا والزوجة كان ابني، يعني كل هدفنا ربنا، يعني أشتغل وأتعب في سبيل ربنا ينجي لي ابني ويخلي لي ابني، ده الهدف. فهي كانت بتشجعني في الموضوع ده جدا جدا، اشتغل وربنا يعينك ومش مهم وقت ما تعوز أكل أجيب لك الأكل للعيادة، حتى لدرجة المريض بيجي لي البيت يعني الحمد لله عمرها ما ضايقت، مثلا تفتح وهي ترد على المريض. احنا بنحاول بقى ان ناخد بالنا منه، بنحاول نهتم بيه، نهتم بحاجاته الشخصيه بالحاجات اللي بيستخدمها معانا، لان طبعا يعني الوقايه خير من العلاج، وطبعا الانسان يعني لازم يتوكل على الله ولا يتواكل على الله. الدكتور محمد انا يعني مش عارف زي ما يكون ربنا خلقه عشان يواجه كورونا ده، في عز ان الدكاتره كلها كانت منكمش على نفسها. دكتور محمد كان يقول لي انا شخصيا لو في واحد عنده كورونا وهو خايف يطلع انا اروح له البيت. قد يغلق الجميع ابواب منزله على نفسه واسرته لحمايتهم من فيروس كورونا، ذلك الوباء الذي يعاني منه العالم كله، لكن مهما ابتعدنا عن مصادر العدوى نجد هناك من يقتربون منها ليدافع عنا في واحدة من أقصى المعارك الإنسانية لمكافحة وهزيمة كوفيد-19. وسام نصر، NBC مصر.